اليوم الإطار التنسيقي يحاول بشتى الوسائل أن يغير تلك التصريحات التي كانت قبل قدوم السيد السوداني، كما تفضل جنابكم بأن لكون سابقا كانوا يصدعون رؤوسنا بالقوات الاحتلال والقوات الأمريكية وخروج القوات الأمريكية وإلى آخره. اليوم يحاولون أن يروا هنالك منفذ أو بوابة بتغيير هذا الاسم إلى مستشارين. أنا الآن أؤيد الأخ الأستاذ علي عندما يقول لا إشكال، اليوم هناك كثير من البلدان بها قوات أجنبية، كذلك لديهم مواضيع استراتيجية، تعامل مشترك إلى آخره، إذا كان بالتدريب، إذا كان ببعض العمليات العسكرية، وهذه المسميات ضمن إطار موافقة الحكومة إذا كانت العراقية أو غير دولة. هذه مسألة سليمة، لكن اليوم العنصر الأساسي الأخوان الذي صدعوا رؤوسنا سابقا بمسألة الجانب الأمريكي، اليوم يحاولون أن يغيرونها حتى لا يخرج الشارع العراقي، لكون اليوم حديث الشارع، وأنا ليس بعيد عن الشارع، أنا ابن بغداد وابن هذه المناطق، أسمع حديث الشارع يقولون أين تلك الأصوات التي اعتلت سابقا وصدع رؤوسنا بمسألة الجانب الأمريكي والاحتلال، ويوميا قصف ويوميا مظاهرات على السفارة الأمريكية وهذه مسميات، ويعتبرون السفيرة والسفيرة بأنها عدم التعامل معها والتقاطعات. اليوم نرى المسألة بالعكس، نرى هنالك علاقات وردية، نرى هنالك علاقات دبلوماسية، ما بيها شيء العلاقات الدبلوماسية بس أنا